سعيا وراء وضع صندوق الاقتراع موضع فصل وحل لاستعصاءات الانقسام السياسي الفلسطيني، جاء هذا اللقاء الذي جمع بين قيادة المكتب السياسي لحركة حماس برئاسة إسماعيل هنية في غزة وبين وفد من لجنة الانتخابات المركزية الذي قدم من رام الله لاستطلاع موقف حماس من قضية إجراء الانتخابات التشريعية بعد توجيهات من الرئيس محمود عباس. الحقيقة حملنا بدون شك يعني أكثر من رسالة، هي رسالة متعلقة بالانتخابات، وسمعنا أجوبة إيجابية من حركة حماس، وسنعمل على إيصالها للأخ أبو مازن. إيجابية أجواء اللقاء كما وصفه الجانبان حمل معه تأكيدا من قبل القيادة السياسية لحركة حماس حول موقفها الداعي لعقد انتخابات رئاسية وتشريعية والتوافق بعد ذلك حول موعد لإجراء انتخابات المجلس الوطني. الأنسب والأفضل والتوجه الحقيقي لهذه الحالة هو الذهاب لانتخابات تشريعية ورئاسية، ونحن جاهزون لها الآن، وليحدد موعدها. والانتخابات المجلس الوطني الاتفاق عليه لاحقا. مهمة حساسة في توقيت حرج يتصاعد فيه الصراع الفلسطيني في مواجهة انتهاكات الاحتلال، ما يتطلب بحسب حركة فتح تغليب المصالح الوطنية على الحزبية لنجاح مهمة إجراء الانتخابات كمخرج لانسداد أفق المصالحة. نتمنى أن تنجح مهمة لجنة الانتخابات في غزة وتغلب حماس المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية، ويتم إجراء الانتخابات، لأن الانتخابات هي الطريق الأسرع والأسهل للخروج من عتمة هذا النفق الطويل. توافق ينشده الشارع الفلسطيني بين الفرقاء للخلاص من عتمة انقسام طويل. لا خلاف على حقية المواطن الفلسطيني في ممارسة حقه الديمقراطي في الاقتراع وتمثيل من يرغب لإدارة شؤون حياته المتعطلة، غير أن عقدة الخلافات الداخلية على السلطة ستبقى سببا رئيسيا لغياب التوافق بين أطراف الانقسام. حازم البنا الغد، غزة فلسطين.